يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. يقول علي عليه السلام: غرارة غرور ما فيها، فانية فان من عليها، لا خير في شيء من أزوادها إلا بالتقوى. كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أما وأبا، واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه.